أيها السادة، عودا كريما إلى ساحة القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. قارئنا أيضا اسم حساس وله بالأسرة صلة وأساس، ولهم بينهم من بعد اليوم ميراث، إذ أنه زوج حفيدة من الأحفاد، فضيلة القارئ الشيخ سمير فهمي عطية. يتفضل مشكورا، أسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Oh!
كبر أحدهما
وقل له قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما. واخفض لهما لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لله سورة الإسراء مكية ومتعددة الأسماء تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتكبير وبين طياتها 111 آية قرآنية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سمير فهمي عطية والمقيم بكفر تصفى. أيها السادة، باسم أسرة والدنا الراحل الحاج عبد المولود سليمان أبو العنين، باسم الحاج الدسوقي سليمان أبو العنين والحاج عيد سليمان أبو العنين، وباسم الأستاذ سليمان عبد الموجود والأستاذ شوقي عبد الموجود والأستاذ محمد عبد الموجود، وباسم كل آل خيال وآل الهواري أشكر لكم جميعا. أشكر أيضا للسادة القادة الضباط والأمناء والمساعدين
من أبناء وزارة الداخلية، كما أشكر أيضا للحاج عطية أبو غنيمة وولده عبد الله، وأشكر أيضا لصاحب الهندسة الكهربائية والإنارة ياسر فرد بالزمرونية، والهندسة الإذاعية الكبرى الحاج محمد جمعة منصور والمقيم بالنخاس. مقدم ضيافتنا الليلة الحاج أمين ابن قرية الزمرونية، ومخرجنا الليلة لنراها كل يوم وليلة على منتدى سفراء القرآن الكريم، ومخرجنا ناصر صلاح، ونقدم تحياتنا لمصورنا صلاح ناصر.